أعلن قصر باكنغهام أن الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية قد فارق الحياة عن عمر يناهز 99 عاماً. وجاء في المنشور: أعلنت جلالة الملكة ببالغ الأسى وفاة زوجها الحبيب صاحب السمو الملكي الأمير فيليب، قد توفي سموه بسلام صباح اليوم في قلعة وينسر. العائلة المالكة تنضم إلى الناس في جميع أنحاء العالم في الحداد على فقدانه. وتعتبر قصة الحب التي جمعت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا بزوجها الأمير فيليب هي أنجح قصة حب على مر السنوات. إذ تزوجا في لندن في 20 نوفمبر أي تشرين الثاني عام 1947، بعد عامين فقط من نهاية الحرب العالمية الثانية. هذه هي القصة التي سيرويها لكم هذا الوثائقي، القصة المدهشة لهذا الأمير الذي سار وراء. والتقى الزوجان لأول مرة عندما حضرا حفل زفاف ابنة عم فيليب الأميرة مارينا اليونانية إلى عم إليزابيث دوق كانت عام 1934. آنذاك جذب فيليب انتباه زوجته المستقبلية عندما قامت الأميرة البالغة من العمر 13 سنة بزيارة مع والديها إلى الكلية البحرية الملكية البريطانية في جنوب غرب إنجلترا، حيث كان طالبا. وبينما يقول مراقبو العائلة الملكية إن إليزابيث وفيليب مرا بتقلبات مثل أي زوجين، فقد تجنبا معاناة ثلاثة من أبنائهم الأربعة الذين انتهت زيجاتهم بالطلاق، وأبرزها زواج ابنهما الأكبر الأمير تشارلز من زوجته الأولى الراحلة الأميرة ديانا. وقالت إليزابيث عندما احتفل الزوجان بذكرى 50 لزواجهما عام 1997: لقد كان بكل بساطة مصدر قوتي طوال هذه السنوات. ويقول المقربون من الأمير إن إسهامه الأكبر كان الدعم المستمر وغير المشروط للملكة، وغالبا ما سيركز المؤرخون على دوره بجانبها. وعندما كان الزوجان معا كانت لديه القدرة على تخفيف التوتر وخلق جو من المرح، وغالبا ما كان يحمل الأطفال فوق الحواجز ليتمكنوا من رؤية زوجته. وفي خطاب نادر عن علاقة الملكة بزوجها قالت: إنه دائما ما كان قوتي ومدكئي طوال هذه السنوات. ويتفق من يعرفونهم عن قرب مع هذه المقولة. وتحدث أحد المساعدين السابقين عن الأمير فيليب فقال إنه الرجل الوحيد في العالم الذي يتعامل مع الملكة ببساطة كإنسان آخر، وربما ارتدت الملكة التاج لكن الأمير فيليب كان هو الرجل. وقد تعرض الزواج الذي جمع امرأة حذرة ورجلا منطلقا للعديد من الاختبارات واجتازاها جميعا، في حين فشلت زيجات أخرى كثيرة من بينها زيجات ثلاثة من أبنائهم الأربعة. يشار إلى أن الأمير فيليب قد اعتزل الحياة العامة في شهر آب عام 2017 بعد مشاركته في أكثر من 22 ألف مناسبة رسمية منذ اعتلاء زوجته العرش عام 1952، ويواصل مرافقة الملكة في بعض الإطلالات العلنية. وفي حزيران 2017 أدخل الأمير فيليب المستشفى، حيث أمضى ليلتين إثر التهاب متصل
بمرض تم تشخيصه سابقا وخضع لعملية جراحية في الورك سنة 2018. وفي حزيران 2019 تعرض لحادث سير بعدما اصطدمت مركبته من نوع لاند روفر بسيارة أخرى لدى الخروج من ساندرينغهام، مما أدى إلى انقلاب سيارته، وقد نجا من الحادثة لكنه تخلى على أثرها عن رخصة القيادة. وفي نهاية شهر كانون الأول من العام نفسه أدخل مستشفى أدوارد السابع، حيث أمضى 4 ليال تحت المراقبة بسبب مشكلات صحية جرى تشخيصها سابقا بحسب الدوائر الملكية البريطانية. وتعتبر الملكة إليزابيث هي قريبته من الدرجة الثالثة، إذ دخلا بعلاقة عاطفية قبل الزواج استمرت 7 سنوات. كان شرط زواجه بإليزابيث تغيير طائفته الدينية والتنازل عن كل ألقابه اليونانية والدنماركية. ارتبط اسمه بعدد من صراعات العائلة المالكة، وأبرزها إجبار نجله تشارلز على الزواج من ديانا، وتقرر التقاعد عن واجباته بعد بلوغه 96 سنة. وكان سيحتفل الأمير فيليب بعيد ميلاده 100 في 10 من شهر حزيران المقبل، إلا أنه فارق الحياة قبل ذلك. ويمثل رمز لوحدة المملكة المتحدة في إطار الدور الذي كان يقوم به كزوج.